قال: فوقف على الحلقة وأماط اللثام عن وجهه فعرف بنفسه. لذلك أنصح إخوان اللي يكتبون في الأنترنت يعرفوا بأسمائهم الحقيقية، ما يخافون في الله لو مثلهم، العلم لا يخبر التخفي. وأنا أكتب في الأنترنت باسمي ماهر بن ظافر القحطاني وكثير مثلي والحمد لله، فلا تخفى بأي اسم، اكتب اسمك الصريح ما دام تتكلم بعلم، لا تتخفى. أبو دجانة أبو عفانة ثم يكفر الحكام، ما يعرف من هو أبو دجانة هذا، جاء مجهول. قال ابن تيمية: وخبر المجهول إيش؟ لا يعتمد عليه. كيف يعني نبني حكم دولة ونخرج على ولاة أمرنا عشان فتوى أبو دجانة؟ من هو أبو دجانة؟ نعم، نسأل الله الهداية. العلم يؤخذ عن المعروفين الراسخين أهل العلم، كما شيختنا في دولتنا الراسخين الشيخ بن باز الله يرحمه بن عثيمين، شيخنا الآن فوزان عقيد الحياة، يأخذ العلم عنهم، يأخذون عن المجاهيل في الأنت في تويتر، ما يجوز، حرام، لأنك ما تعرف هذا المجهول علمه ما هو. ولذلك علماء الحديث أنكروا رواية الجن. طيب الجن قد يكون عمر 1400 سنة من عهد الرسول يجي حدثنا، ما نقبل رواية الجن. قالوا: لأنه عالم مجهول لا ندري عن توثيقه، فلا نقبل رواية الجني. ولا الجني يأتينا يقول: أنا مسلم أبغى أساعدك، مش في مريض، خلاص بساعدك، ويصحيك الفجر ويدخلك في سيناريو مسرحية إن صح التعبير، إنه خلاص صار صاحبك وصحيك الفجر، قوم مهمة تقوم، يقول: خلاص أنا معي جني يعالج. قال شيخ الفوزان: لا يجوز هذا، لأنه عالم مجهول قد يغريك لتكفر بالله ويغري بك ليشرك الناس على يديك، فاقفل الباب.